صحيفة هآرتس نشرت مقالاً يستبعد إقدام بايدن على خطوات كبيرة لصالح الفلسطينيين خلال الفترة المتبقية له في الحكم. يذكر المقال أن بايدن يمتلك مع ذلك فرصة لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الفلسطينيين ووقف الحرب في غزة، الحرب التي ظل يقول على مدار أشهر إنه يريدها أن تتوقف. على بايدن إذا كان يريد إثبات حسن نيته الحد من قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب وتعزيز مسار الاستقلال الفلسطيني. في الول ستريت جورنال نجد أن ملامح الإدارة الأمريكية الجديدة توحي بأنها منفتحة على فكرة ضم الضفة الغربية التي بدأت تأخذ زخما في العديد من الأوساط الإسرائيلية بعد عودة ترامب. في الصحيفة إشارة إلى أن ترشيح مايك هاكبي لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل يمثل علامة على ذلك، خصوصا أنه رحب في أول تصريح له بفكرة الضم. في صحيفة الاندبندنت نقرأ أن الولايات المتحدة لم ترى في منع إسرائيل المساعدات عن سكان غزة انتهاكا لقوانينها، رغم تأكيد منظمات إغاثية أن إسرائيل فشلت إلى حد كبير في الالتزام بالمطلب الأمريكي بشأن المساعدات. الوضع في غزة اليوم أكثر تأزما مما كان عليه قبل شهر وفق منظمات إغاثية ومعطيات وكالات الأمم المتحدة. في صحيفة لوتون تقرير يستعرض آراء باحثين إسرائيليين في واقع ومستقبل غزة وفق ما تعكسه سياسة حكومة نتنياهو. يقول أحدهم إن سلوك الجيش الإسرائيلي يشير إلى تطهير عرقي في غزة بهدف استيطان جديد، ويقول آخر إن ما يحدث في غزة أقرب إلى أن يكون إبادة جماعية قائمة على استخدام القوة الخالصة لفرض التفوق اليهودي. تحدث تقرير في صحيفة لوموند عن خطر الهجمات الإسرائيلية المتواصلة في لبنان على المواقع الأثرية المصنفة تراثاً عالمياً. يذكر التقرير أن العديد من البنايات في بعلبك الغنية بالآثار الرومانية تضررت من القصف الإسرائيلي، وينبه إلى أن التهديد يشمل مدناً تاريخية أخرى مثل جبيل وصور، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية مباني لا تبعد كثيراً عن مواقعها الأثرية.